فدعوني أعرفكم إذا بهذا البرنامج الغرض من هذا البرنامج هو تحقيق مجموعة من الأهداف دعوني أستعرضها معكم هذه هي أهداف البرنامج أولا معرفة طرق اكتشاف القادة سأعطيكم وأنا أتمنى الذين يتابعوا معي هذا البرنامج يكون معهم أوراق وأقلام هذا ليس برنامجا وعضيا وإن كان فيه كثير من المتعة بالسيرة النبوية واستشهاداتها لكني سأعرض لكم علم القيادة الحديث وسأعطيكم علامات لو وجدتها في طفل او في شاب او فتاه ستعرف انه فرصته للقياده اعلى من غيره هدف اخر معرفه المهارات والمواهب والقدرات المطلوبه للقاده فهذه الان عندنا احصاءات وارقام تثبتها ساستعرضها معكم ايضا سنطلع على اسس التربيه القياديه واسس التدريب القيادي الذين يريدوا ان يربوا اولادهم او تلاميذهم او في مراكزهم على القياده او الذين يريدوا ان يدربوا على القياده، ساعطيكم قواعدها العلميه في هذه المساله. ايضا ساتحدث في خلال البرنامج عن البيئه القياديه المحفزه، معرفه البيئه المحفزه للقياده، هذه مساله اليوم عندنا بيئات هذه تصنع قاده، فساتحدث عن هذه البيئات ان شاء الله. ايضا من الاهداف اني ساستدل باسس القياده ومهاراتها من خلال التطبيق النبوي والسيره النبويه الشريفه، اذا سننظر للسيره نظره جديده، ليست طريقه الاستعراض التقليدي وسترون ان من اعظم النماذج النموذج النبوي، بل هو اعظم النماذج النموذج النبوي في القياده، لكننا اليوم سنراه من جانب علمي وليس فقط جانب تاريخي. ايضا من اهدافي ان ساحاول ان انمي القدره على تقييم القاده وترشيد القرار القيادي من اجل ماذا؟ من اجل ان الناس تنتخب من تتوفر فيه الصفات القياديه الحقيقيه المناسبه لاي مشروع. فهذه كلها اهداف اريد ان احققها. اذا هذه اهداف رئيسيه ساتحدث عنها ان شاء الله خلال هذه الحلقات المتتاليه. اؤكد مره اخرى هو ليس السيره النبويه نستخرج منها القياده وانما علم القياده بمنهجيه علميه متكامله مع تطبيقات للسيره النبويه